طيب سوف نختبر، هل فولتر أو سيرفر أو الـ RDP الخاص بـ أو معدل الـ VPS الخاص بفولتر نسبة تشغيل بـ جيدة أو لا؟ لاحظوا 1.82 أورو دولار، والموقع مشترى بـ $8، بقي في الكونت يعني $8. نذهب إلى استيماسيو استيميتد إنابلد امبيلينج يعني امبيليد يعني الخاص بفولتر، هذا هو الموقع myvolter.com، كنا قد شرحناه سابقا في دروس سابقة يعني. يعمل عن طريق الويندوز، هذه الصفحة حوالي 1.82 دولار. الآن سوف ندخل في VPS الخاص بنا، خاص ب VPS خاص بفولتر الذي قمنا بشرائه. هذه معلومات من فولتر يعني من موقع فولتر. فولتر هو VPS، هذا هو، بعد التدخل إليه سوف يظهر لكم VPS بهذا الشكل. نقوم بفتح جوجل، نكتب www.google.com، ندخل google.com، نكتب نقوم بنحاول تحميل برنامج إدمان الإيديم إدمان دونلود إنترنت مانجر أو إنترنت دونلود مانجر، نقوم بتثبيته. هذه النسخة غير تحتاج إلى كراك، ونحن نحتاج إلى نسخة تحتوي على كراك. نبحث عن النسخة التي تحتوي على كراك، نكتب فقط إدمان كراك مثلا أو ما شابه ذلك. هذا هو VPS كما قلنا، لاحظوا يمكننا تصغيره. يعمل عن طريق ويندوز، أعتقد ويندوز 10، ويندوز سيرفيس 2010. نقوم بإضافة اللغة، اللغة العربية، نختار اللغة المملكة العربية السعودية مثلا، حتى يمكننا الكتابة باللغة العربية فيه بهذه الطريقة. نخرج، والآن يمكننا الكتابة باللغة العربية. ها قد قمنا بتحميل الانترنت دونلود مانجر، نقوم بتثبيته، تثبيت سهل، نقر نيكست ايقونة ثم نيكست ثم الاتفاقية ثم سويفون سويفون، وننتظر استكمال تثبيته. فيرمي، نخرج من هذا الموقع. هذا هو الإدمان بعد أن قمنا بتحميله. الآن سوف نقوم بتحميل شيء ما،
لعبة أو فيلم أو ما شابه ذلك، تقوم بحجم كبير نوعا ما، أفلام أو مسلسلات أو ما شابه ذلك. لنأكل هذا البرنامج، برنامج سوني فيغاس نسخة 16 أو ما شابه، سوف نحاول تحميل برنامج أو لعبة أو فيلم يحتوي به العديد من الكاباسيتي أو العديد من الكاباسيتي بطبيعة الحال. نقوم بتحميل سوني فيغاس، هذه النسخة ليست خاصة بسوني فيغاس. Something up is not، أعتقد أن النسخة غير شغالة. نحاول من جديد، يكون سوني فيغاس 16. عن طريق سوفتونيك سوف نتصفح قليلا هذا الموقع، وهو موقع سوفتونيك. نقوم بتنزيل نسخة سوني فيغاس برو، ننقر على تنزيل، نحتاج إلى فايرفوكس، نحن لا نريد تنزيله على فايرفوكس، تنزيل على ويندوز، نستخدم ويندوز. ننتظر قليلا، سوف يبدأ التحميل في الأسفل. سوني فيغاس 16، تتصفح بعض الخصائص الخاصة بسوني فيغاس. نذهب إلى الداونلود، تم تحميل أيقونة سوني فيغاس كما تشاهدون، هذه أيقونة سوني فيغاس، ننقر عليها مرتين لجلب لنا برنامج سوني فيغاس. هذا هو البرنامج، تختار فيغاس برو، فيغاس، اختار ما يناسبك. نبدأ التحميل. سوني فيغاس حوالي 560 ميجا بايت. فيغاس دي بي دي في دي اش تي اشي اشي تيكت. لاحظوا سرعة التحميل في هذا الـ VPS، هذه سرعة التحميل في هذا الـ VPS. سبعين ميجا بايت في ظرف يعني ثواني فقط. لاحظ حوالي أقل من دقيقة فقط، أقل من دقيقة، 155 150 160 ميجا أوكتيف، وهو بحجم 560 ميجا بايت. معدل تحميل سريع وسريع جدا بالمقارنة بالإنترنت البطيئة والبطيئة جدا في بلدي في بلداننا. هذه ميزة الـ VPS، هو سريع للغاية في تحميل، أنه يعمل بالإنترنت الخاصة بهم هم.
طيب تم تحميل برنامج سوني فيغاس بحجم 560 ميجا بايت، سوني فيغاس برو 16 تم تحميله. نقر ستوب. أو كونتيني إذا أردت مواصلة تحميل باقي البرامج. هذا إذا أردت تحميل كامل البرنامج أو كامل الباكاج الخاص بسوني فيغاس. من هنا قم بعمل نزع لكل هذه الإشارات وعمل كونتيني لتحميل سوني فيغاس بروسيس فقط 16 لوحده فقط. حملناه سابقا أن نقوم بتثبيته. نختار اللغة الإنجليزية مثلا، قم بتثبيته كما تشاهد هنا، ثم انستال. لاحظ سرعة التثبيت. ويعمل بكل سلاسة على كل حال. تم تثبيت نسخة البرنامج فيغاس برو. نخرج من التحميل. نبحث عن منيو ديماري. هذا هو فيغاس برو 2016. يحتاج فقط الى تفعيل. لهنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح. انتظرونا في الشرح القادم. ما تنسوا بالنقر سبسكرايب قناة دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.